أسعد الله يومكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا العدد الجديد من برنامج الشارف، وفي إطار الرياضة بمدينة الشارف نسلط الضوء على الجمعيات والروابط الرياضية النشطة التي هدفها تكوين ونشر الأخوة بين الشباب وطمس الآفات الاجتماعية في المدينة، حيث عرف لنا رئيس الرابطة البلدية للرياضة الجوارية بالشارف النشاطات والبرامج المصدرة. التغطية في الملعب البلدي حميدات أحمد بالشارف. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. تنفيذا لبرنامجها السنوي، تقوم الرابطة البلدية للرياضة الجوارية بتنظيم عدة تظاهرات رياضية، وهذا البرنامج السنوي الذي يتم مسابقة عليه بداية كل سنة. في هذه السنة، سنة 2022، قامت الرابطة البلدية للرياضة الجوارية بتنظيم دورة رياضة وعمل التي تحصل وفاز بها فريق أمن دائرة الشرف، وكما قامت بتنظيم تظاهرة في الكرة الحديدية. والآن نحن نقف في ملعب المجاهد حميدة أحمد في هذه الأثناء جارية دورة ما بين قدماء اللاعبين، عرفت مشاركة 12 فريق من بينهم 9 فرق من خارج بلدية الشرف، بلدية الشارف التي كانت هذه الصائفة قبلة لتسع بلديات، حاولنا قدر المستطاع أن نحسن ضيافتهم. هذه النشاطات التي عرفت إقبال جماهيري كبير، والكلمة للجمهور الرياضي الكريم، نأمل إن شاء الله أن تكون هذه التظاهرات ناجحة. في المستقبل إن شاء الله نهاية هذه السنة سنقوم بتنظيم سباق خاص بأبنائنا في المدارس، سباق على الطريق تخليدا لعيد الثورة، وفي نفس الوقت النشاط الخاص بدورة الأصغر الجارية هذه الأثناء في ملعب حي النصر بالمدرسة. أتمنى إن شاء الله التوفيق للجنة المنظمة. نشكر أسرة الإعلام على هذه الالتفاتة وبارك الله فيكم جميعا. وكما وضح رئيس الرابطة بعض الأهداف التي تعمل لغرضها الرابطة من أجل الشباب. بالنسبة لأهداف جمعيتنا، هذه الجمعية المسماة الرابطة البلدية للرياضة الجوارية، تندرج ضمن القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع. أهدافها معروفة، الرابطة الجوارية هي الرائدة في النشاط الجواري على مستوى البلديات وعلى مستوى بلدية الشارف خاصة، اكتشاف المواهب، دورة الصداقة كما نتابع هذه الدورة التي تلعب في هذه الأثناء، وأهداف كلها تندرج ضمن محاربة الآفات الاجتماعية وتشجيع النشاط الرياضي على مستوى بلديتنا. وكما ندعو إلى دعم الرياضة بالمدينة تحقيقا للأهداف المذكورة وتكوين مجتمع سالم وإيجابي. شكرا على المشاهدة، انتظرونا في عدد جديد مع جمعية الرجاء لقدماء اللاعبين بالشرف.